اهو انت بيبقى قدامك الاكل كتير اصناف وانواع، مش معنى بتحب الرز عشان مفلفل. اهو انا نادية عندي زي الرز مفلفل. يبقى عندك حق. اسمع، انا جاتلي فكرة تخليها تحبك موت. لا يا باش مهندس، انت لسه صغير مالكش دعوة بالحاجات دي. طاير ازاي ده؟ انا فاهمه يا طاير كده. الاستاذ المخرج الكبير الاستاذ احمد يحيى الكبير سنا. والله الكبير كان زمان بيقولوا بيقدموني يقول لك المخرج الشاب. احنا فتره دلوقتي بقينا المخرج الكبير. لا انت كبير مقاما يعني. الله يخليك يا فندم. والنجم الصغير الصغير احمد يحيى. ابتديت الرحله دي ازاي؟ بس على فكره الصغير اشهر من المخرج الكبير. يعني انا بعد قبل ما نبتدي الرحله يعني بكل الافلام اللي عملتها اخراج، واعتقد ان فيها افلام كتير يعني، فيها افلام حلوه قوي الحمد لله. لكن صوري بقى انا بخش اي مكان او بتاع، مش انت سمير بتاع الرز الخلطبيطه؟ مش انت سمير بتاع الرز الخلطبيطه؟ ما يتكلموش. ما انت بقيت مخرج، لكن بيبتدوا دايما بسمير بتاع الرز الخلطبيط. بس لانه ملامحك ما اتغيرتش. يعني نفس الوسامه، نفس الله يخليك المقطقطه كده دي. ابتديت ازاي يا احمد؟ والله انا ابتديت الصدفه مدام اسعد. فتقول لي مدام بقى واستاذ يعني احنا. طيب انا ابتديت صدفه اسعد. انا كنت بنزل وسط البلد يوم الجمعه. يعني ساعات والدي كان عرفني شوارع القاهرة ومحل شكوريل ومحل هانول، المحلات اللي كانت موجودة في الفترة دي. وبشتري أنا هدومي وبنقيها، باخد فلوس أنا اللي بشتري هدومي وبنقيها. وكنت يوم الجمعة بنزل أتمشى بقى في البلد وأخش أخد آيس كريم وحاجات كده في جروبي. أيوة. وكنت الله وكنت بحب اقرا الجرايد، وكنت مهتم بالسياسه جدا من وانا صغير. احنا بنتكلم في رينج ايه؟ بنتكلم يعني انا ابتديت اهتم بالسياسه واكتب. مثلا كان يقول لك في المدرسه اكتب حاجه، فواحد يقول لك انا رحت مع مامي السينما، انا رحت جنينه الحيوانات. انا فاكر مثلا ان انا اقول جمال عبد الناصر تعرض لمحاولة اغتيال وقبض على فلان وفلان. يعني كنت بتكلم في في السياسة. ده سن 7 سنين. 9 سنين 10 سنين. فأنا نازل جروبي بقى وباخد الأيس كريم ومعايا جورنال الأهرام عشان هروح سينما من 3 لـ 6. طبعا أنا منظري في جروبي نشاز شوي، لأن أنت عارف حضرتك اللي بيقعدوا في جروبي وقتها 40s و 50s وكده يعني، انما ان يبقى في واحد صغير كده ماسك جنون الاهرام وبتاع وحجمه صغير كمان. فالمهم انا بندق الجرسون وبطلب منه حاجه، فقال لي طب في معاك بابا ولا حاجه؟ قلت له انا اللي هحاسبك يعني. بالصدفه كان المخرج حلمي حليم موجود في الترابيزه اللي جنبي. الاب الروحي بقى بعد كده. فهو لفت انتباهه من الاول في المكان وبتاع، وان واحد ماسك جرنان الاهرام مش ميكي ولا سمير ولا بتاع، وبيتكلم مع الجرسون وهو اللي هيحاسب وبتاع. فالحقيقه قرب مني وسلم عليا، قلت له اتفضل تشرب ايه وبتاع. فضحك، انت هتعزمني؟ راجل صغنن. قلت له يعني سالني انت فين وبتاع وبتدرس ايه وساكنين فين وحكايتك ايه وكده وبتاع. وبعدين قال لي بقول لك ايه، انا بعمل فيلم لعبد الحليم حافظ وعندي دور اخو الصغير، ايه رايك تيجي تمثل معايا في الفيلم؟ انا ما كانش في بالي حكايه التمثيل دي بصراحه خالص نهائي يعني، ولا في حد في العيله له علاقه بالتمثيل او الفن او بتاع، ما حدش عندنا. فقلت له يعني، فقلت له اديني نمره باباك. قلت له قال لي اديني نمره والدك وبتاع عشان اتكلم معاه. فاديته نمره الوالد وجا وبتاع شرب شاي وكده، وقال له ما انا عايز احمد وبتاع. ف خلاص مدام هو قال اوكي انا عايز اوكي. اول لقاء لعب مع عبد الحليم؟ اول لقاء مع عبد الحليم كان ساكن هو لسه في عمارة السعودية. في العجوزة جنب مستشفى العجوزة، كان في عمارة السعوديين يعني. فعلم حليم قال لي ايه عبد الحليم عايز يشوفك، ده بقى اخوك الكبير كده وبتاع مش عارف ايه. قلت له اوكي. قال لي طيب. قلت له لا، انا ساكن في العجوزة قريب يعني، من ساكن محطة أتوبيس وعارف عمارة السعودية يعني، أنا هروح له.
فقال لي هو مستنيك في الساعة كذا في اليوم الفلاني. بس فعديت على عبد الحليم. عديت على عبد الحليم؟ اه. نزلت من بيتك. اه. لوحدك. ايوه. ركبت الاتوبيس اللي لا ما ركبتش الاتوبيس ما تستاهلش. اه هي محطه اتوبيس يعني تتاخد تتاخد ماشي والواحد لسه دخلت عماره السعوديين الضخمه دي وطلعت وسالت فين شقه عبد الحليم. الحليم فتح لي عبد الرحيم السفراج الشهير ده بتاع عبد الحليم. كان شخصيه معروفه لكل الفنانين. ايوه قلت له بس قول للاستاذ عبد الحليم انا احمد يحيى جاي من عند الاستاذ حلمي حليم انا اللي همثل اخوه. قال لي ايوه انا متخيله السيناريو المشهد مش طبيعي. قال لي ايوه اتفضل انت. قعدني ودقيقتين ثلاثة كده جاء عبد الحليم وبسنيك وكأن يعني ابن اخوه ابنه يعني ود شديد جدا. هو كان شخصية ودودة جدا 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 وعلى فكرة هو كان ودود جدا مع الأطفال أكتر يمكن من الكبار يعني. ولما كان يخش بيت يعني قبل ما يسلم على صاحب البيت وبتاع لازم يسألهم فين ميمي فين عادل فين مش عارف ايه فين كده وبتاع ده بيحبب الأب والأم جدا في عبد الحليم انه مهتم بالأولاد. يعني عبد الحليم كان حنين جدا 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 ويمكن مع الأطفال أكتر يعني. انا اعرفه من وانا صغيرة قوي كده لأنه برضو كان صاحب أمي وأبويا جدا جدا يعني. وفاكرة كويس قوي انه مرة اخدني مسرح قومي وهو حاططني معرفش ليه كان المسرح القومي فيه وقتها مزيكا فيه بروفات حاجة فاكرة جننت المسرح كويس قوي وانا راكبة على كينا وماسكني من رجليا كده من هنا وانا قاعدة هنا وقلت له انا جعانة فجاب لي ساندوتش طعمية جاب لك ساندوتش فقعدت اكل الطعمية وفرش في دماغه عملتيها ترابيزة السفرة يعني وبعدين اما خلصت قال لي خلصتي نزلني وابتدى يطلع الطعميه البوجودي باظ بتاع شعره كان فعلا حنون كان جميل قوي قوي يا عبد الرحيم جبت الشوكولاته لحماده ليه وبتاع مش عارف ايه والشوكولاته اديني شوكولاته تاني خليها معاك وحاجات بتحب الشوكولاته وبتاع و اتكلم وبتاع يعني كان لقاء ودود جدا وحنين جدا يخليك تحبيه طبعا. بعد دقيقه يعني يعني انا حبيته بعد دقيقه يعني من اللطف والحنيه اللي انا حسيت بيها معاه وهنمثل سوا بقى ومش عارف ايه وحاجات كده وبتاع وسالني انت اهلاوي ولا زملكاوي وبتاع وبتحب مين قلت له صالح سليم قال لي امال ايه ده صاحبي وبتاع تحب تشوف صالح قلت له انا كمان كان صالح سليم ده بالنسبه لي يعني في هذا السن الهيرو كابتن مصر والمايسترو وحاجات كده فقال لي صاحبي خليك تشوفه كده وبتاع مش عارف بس فده ده كان اول لقاء في شقته في السعوديين وبعدين رحنا بقى استوديو مصر عشان نبتدي نصور اول مشهد ليا في حكايه حب اللي هو بقى المشهد الشهير بتاع الرز المفلفل واقول له ايه الرز ده فيقول لي ده رز مفلفل مبلور حبه حبه اقول له ده رز خلطبيطه فكل وانت ساكت وبتاع وبعدين اقوم افتح الباب لعبد السلام النابلسي انا في الوقت ده كان السين عندي يعني كان فيها لدغه كده في السين يمكن راحت مع الزمن شويه لكن كانت وقتها باينه السين عندي فبفتح الباب لعبد السلام ايفن لي انك انت هتفتح الباب هتقول له ايه انت كل يوم تجي لنا ما تجيلناش غير في ساعه الغدا ف وهيدخل ففوجئت بعبد السلام النابلسي هو كان ماسك حاجه زي مونوكل كده في الفيلم بتاع فلقيته انا قلت له انت ما تجيلناش غير في ساعه الغدا راح باصص لي وقال لي اه منك انت يا نص لسان الجمله دي انا ما عنديش فكره عنها وما قالوليش انه هيقول لك اه منك يا نص لسان يعني فانا في الشوط ده هضحك بس حاولت بقى عشان الشط ما يبص وبتاع كتمت الضحك لكن انا عارف اللي كنت اشعر ولما كنت اشوف الشوط ده اشوف محاولتي اللي كتم الضحكه من اه منك انت نص لسان هنشوفها دي انت دايما تشرفنا ساعه الغدا
منك يا نص لسان. سمير اتفضل يا رفعت اتفضل. ازيك يا تيزة؟ الله يسلمك يا ابني، اتفضل حماتك تحبك. انا ما عنديش حما. عشان تاكل اتفضل. ما انا ما اكلش من اللخبطه دي. سيبوها متلبس شويه رنجه. كملت على ايه بعد كده؟ عملت بنات الصيف. حصل بقى حكايه حب نزل وتعرضوا الحقيقه. طبعا الفيلم ده كان نجاحه اسطوري، وكان في بقى احلى اغاني غناها حليم تجتمع في فيلم واحد. كان في نار يا حبيبي نار، وبتلوموني ليه، وبحلم بيك، وفيهم في شهر في سنه. والروايه كانت يعني قرب حياه عبد الحليم، فكانت ماسه قوي الناس. الفيلم نجح نجاح غير عادي يعني. فجيت بقى بعديه عبد الحليم كلمني كده وبتاع، وقال لي انا بعمل البنات والصيف، بس انت المره دي مش اخويا بقى، انت اخو حبيبتي اللي هي زيزي البطله، وسعاد حسني هتبقى اختي بدالك وبتاع. انا مثلت الفيلمين دول بس مع عبد الحليم، وكنت بقى بعديها قررت ان انا مش همثل تاني نهائي، وان انا هشتغل مخرج وحوضب نفسي ان انا ابقى مخرج. حلو قوي الكلام ده. احنا بنتكلم في واحد عنده 10 سنين. كنا بقينا 11 سنه. تمام يا عم، حاضر، سايبه لك السنه دي. هتفرق. قرار انه يحول مسيره حياتك وخط سيرك بتاخده انت وانت عندك 11 سنة. ثم كات مخرج. لا مساعد مخرج فين بقى مخرج دي؟ لا يعني الحادثه المفصله المهمه دي في الحياه دراسه، قرار بانك تدخل معهد السينما وابقى مخرج، فتبقى مخرج، فاخد يعني سرد بالافلام اللي اعتقد ان احنا هنحتاج نقعد مره تانية عشان نغوص فيها، بس عايز اشوف الناتج. حتى لا يطير الدخان، العذاب امرأة، اللي هو كان بلوى يعني، مش فيلم بلوى سودة يعني. وده قصة فيلم صعب جدا جدا جدا. فالعذاب امرأة، فالتاني ايه؟ كان رحلة النسيان لمحمود ياسين ونجلاء فتحي، وبعدين عملت الفريق شوقي لا تبكي حبيب العمر، وبعدين عملت النجلة حب لا يرى الشمس، نجلة وفريد ومحمود عبد العزيز، وبعدين عملت صباح ليلة بكى فيها القمر طبعا، وبعدين عملت العادل إمام حتى لا يطير الدخان، وبعدين عملت العادل إمام كراكون في الشارع طبعا، وبعدين عملت يا عزيزي كلنا لصوص لمحمود عبد العزيز، انتحار صاحب الشقة والصبر للملاحات لنبيل عبيد. لا لا، في كل ده من قعدة الأمريكيين، من قعدة الأمريكيين ولا جروبي؟ أنا مصر على إنه الأمريكيين. لا جروب، أصل الزباين. أنت بتروحي الأمريكيين؟ أيوه أنا تروبي تيكو شون. تروبي تيكو. فيعني لولا قعدة الأمريكيين دي كنت هتخسروا مخرج. شوف الغثاثة بقى. لا أنت نورتني، وأنا بجد التاريخ الفني ده أنا مش فاهم. خليتي أنا عشان بحبك جدا وبستمتع من القعدة معاكي. ربنا أنا حاسس إن أنا لغيت كتير. لا خالص أرجو بالعكس، أنا لسه بقول لك إن أنا أرجو إن ما أكونش ممل. عايزين نخش في السكة دي بقى، ونشوف ناخد بقى أحمد يحيى في النضج بقى لما عملوا أثر السينما بالموضوعات الرائعة دي. فلينا لقاء تاني ضروري، وعدني يعني. يسعدني يا خبر، تؤمريني في أي وقت. أنا سعيد بلقائي معاكي وإني شفتك وإن أنا اتحولت. نورتني ونورت الاستوديو. ميرسي يا فندم. سلام.